نتواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء، تتجدد التحية لعشاق الأصالة، عشاق هذه الرياضة، والانطلاقات الجميلة على أرضية ميدان سباق المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج. نحيي كل الحاضرين، كل المتابعين الذين يتواصلون وعشاق هذه الرياضة. انطلق شوطنا الخامس مع ثنايا أبناء القبائل المحليات الأصايل في مسار 8 كيلومترات مع هذه الشعارات والأسماء الجميلة التي تنطلق حاملة الكثير والكثير من الآمال في تحقيق وناموس هذا الشوط الجميل. نسير مباشرة مع مقدمة الشوط وهذه الكايدة اللي تتصدر المجموعة، الكايدة تقود المشاركات، مطر بن محمد بن سالم بورويس هو اللي يقدم لنا الكايدة، ولكن بجوار الكايدة والمنافسة هملولة سعيد بن ناصر الفزيرة المري، سعيد بن ناصر الفزيرة المري المالك لهملولة اللي تنطلق إلى المركز الثاني في هذه اللحظات وثالث المراكز، التواجد على المركز الثالث، وهنا بقول المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه طماعة، طماعة مشاهدينا الأعزاء، وحمدان بن محمد هو اللي المالك لطماع اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس اللي في المركز الثالث عفوا اللي هي طماع حمدان بن محمد بن قحيت هي اللي في المركز الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز، وهنا بلقى الشاهينية راشد بن حمد بالضعيف بن غدير، وخامس المراكز هذه المركز الخامس الشاهينية مشاهدينا الأعزاء لأحمد بن سعيد، لأحمد بن سعيد بن منانة هي اللي تنطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس، سادس المراكز الشاهينية مطر بن سعيد بن عبيد الحميري هي اللي تنطلق على المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع أنا أشوف تاتينا مرعبة تعود ملكيتها ليمعة بن عبيد بن حميدان هي اللي تنطلق في هذه اللحظات، ولكن هناك تواجد لبنت صوغان وكرار محمد خير الله السوداني، بينما المركز الثامن في هذه اللحظات بقول هناك الانطلاق في هذه اللحظة وهذه الشاهينية، وسعيد بن ناصر الفزيرة المري، والمركز التاسع أنا التواجد في هذه اللحظات من قبل سلهودة، سلهودة تعود ملكيتها مشاهدي الأعزاء لسالم بن راشد بالضبيعة، والمركز العاشر هذه العشر المراكز المنطلقة والتي وصفناها إلى حضراتكم في مسار هذا الشوط الجميل وفي تحدي هذا اليوم الجميل مع التحديات مع الانطلاقات الجميلة على أرضية ميدان المرموم. التواصل مستمر والرقص جميل مع الكبار ومع رقص الكبار في هذه المسافة وفي هذه التحديات. العودة بعد ما أكملنا النداء للعشر المراكز، وهذه من تسيطر على مقدمة الشوط الكايدة، الكايدة ومطر بن محمد بن سالم بورويس هو اللي يقود الكايدة، هو من يقدم لنا الكايدة في هذا التحدي والمسار الجميل. هملولة على ثاني المراكز تندفع بقوة بأداء رائع للقاية، وسعيد بن ناصر،
سعيد بن ناصر الفزيرة المري هو اللي يقدم لنا هملولة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث بقول هناك ساتينة الشاهينية راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير هو اللي يقدم لنا شاهينية على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع هذه طماعة طماعة وحمدان بن محمد بن قحيد المهيري هو اللي يقدم طماعة على المركز الرابع. المركز الخامس هناك التواجد في هذه اللحظة الشاهينية مطر بن سعيد بن عبيد الحميري في خامس المراكز، والمركز السادس هذه سادس المراكز الشاهينية أحمد بن سعيد بن منان السويدي هي اللي في المركز السادس، بينما سابع المراكز بلقى هناك في المركز السابع مشاهدي العزاء هذه سلهودة سالم بن راشد بن ضبيعة هي اللي في المركز السابع، وثامن المراكز بن صوغان كرار محمد خير الله السوداني، وتاسع المراكز هذه بن صوغان أو هناك وصلت في هذه اللحظة مرعبة تأتينا على تاسع المراكز، ويمع بن عبيد بن حميدان هي اللي في المركز التاسع وعاشر المراكز. التواجد الشاهينية سعيد بن ناصر الفزيرة المري، هذه العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط، في تحدي هذا الشوط الجميل وهذه التحديات الرائعة على أرضية ميدان المرموم. يا سلام الانطلاقة جميلة والتحدي جميل في هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. العودة إلى مقدمة الشوط بعد ما أكملنا العشر المراكز للمرة الثانية على التوالي والتنافس والتغيير. هناك أشوف اللي غيرت الشاهينية راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير سيطرت على المقدمة، غيرت موازين الشوط، قلبت موازين الشوط، انطلقت إلى الناموس إلى المكان المرموق اللي يتمنى كل مشارك من المشاركين. الكايدة بمعيتها في المركز الثاني مطر بن محمد بن سالم بورويس على ثاني المراكز، ولكن بدأت تخطف المركز الثاني في هذه اللحظات طماعة طماعة لتطمع في ناموس هذا الشوط. يا سلام طماعة حمدان بن محمد بن قحيت هي اللي انطلقت إلى ثاني المراكز، بينما المركز الرابع ننتقل إلى رابع المراكز لنكمل النداء في هذا المسار في هذا التحدي. وهذه هملول سعيد بن ناصر الفزيرة المري هو اللي يقدم لنا في هذا التحدي الجميل. يا سلام يا سلام هملولة على رابع المراكز، بينما أشوف المركز الخامس وأقول الشاهينية مطر بن سعيد بن عبيد الحميري على المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا التواجد في سادس المراكز مشاهدين الأعزاء ومع أحمد بن سعيد بن منانة الشاهينية هي اللي في المركز السادس. وهذه الست المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة بهذا الاندفاع الجميل وبهذا التحدي الرائع مع هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الثنايا المحليات تنطلق وتندفع حاملة الكثير والكثير من التحديات من الانطلاقات الرائعة على أرضية هذا الميدان الجميل. الشاهينية لا زالت هي من تقود، هي من تسيطر، هي من تندفع، هي من تقدم كل ما هو جديد في هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل. الشاهينية حمد راشد بن حمد بالضعيف اللي يقود الشاهينية اللي يقدم لنا هذه السلالة العريقة، بينما طماعة 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 وهي تطمع في طموح جميل ورائع في الفوز بهذا الشوط بهذا الناموس. طماع حمدان بن محمد بن قحيد هو من يقدم وياتي بطماع المركز الثالث، تاتين الكايدة مطر بن محمد بن سالم برويس المركز الرابع هناك ملولة سعيد بن ناصر الفزيرة المري هو لي على رابع المراكز، والمركز الخامس
الشاهينية من تنطلق على خامس المراكز، وأحمد بن سعيد بن منانة يقدم الشاهينية هناك. التحرك في هذا الشوط الانطلاق. الشاهينية مشاهدينا الأعزاء، وهذا التحرك الجميل، هذا الانطلاق الجميل على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت مرعبة مرعبة مرعبة. يمعة بن عبيد بن حميدان انطلقت كذلك لتنافس على ناموس هذا الشوط، وهناك التواجد لسلهودة. سالم بن راشد بن ضبيعة من الجانب الآخر بدأت تنطلق وتندفع في هذه اللحظات الشاهينية. مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يقدم الشاهينية في هذا الشوط. يا سلام، الموقف جميل والالتفاف الأخير، زاوية الاتجاه مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق والتحدي الجميل على أرضية ميدان المرموم. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الانطلاق. طماعة 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 طماعة، حمدان بن محمد بن قحيد هو اللي يقدم طماعة، وهناك بالتنافس بجوارها الشاهينية راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير مع الشاهينية التي تنطلق التنافس ما بين الثنتين. وهناك الخوف من هملولة، هملولة سعيد بن ناصر الفزير المري. يا سلام، ضاغط على الثنتين كذلك بأداء جميل. والمركز الثالث من جانب اليمين الشاهينية، على رابع المراكز الشاهينية، وأحمد بن سعيد بن منانة يقدم الشاهينية. هناك مرعبة تأتينا على المركز الخامس، ويمع بن عبيد بن حميدان يمع بن عبيد بن حمدان هو اللي بن حميدان هو اللي يقدم الشاهي مرعبة في هذا الشوط. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول. 800 متر الأخير الأخير، والثنتين التنافس ما بين طماعة وغيرت هملولة. هملولة هملولة مثل ما قلت لكم أن هملولة أداها جميل ورائع، غيرت إلى المقدمة. هملولة سعيد بن ناصر الفزيرة المري هي اللي غيرت إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني تأتي في طماعة طماعة طماعة، وحمدان بن محمد بن قحيد يقدم طماعة. عادت مرة ثانية الشاهينية، راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير على المركز الثالث. يا سلام، الثلاث المراكز والأربعمية متر الأخيرة الأخيرة، لحظات الفوز، لحظات الناموس، لحظات. وحمدان بن محمد بن قحيد مع طماعة، مع طماعة اللي نالت فوزي هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت إلى المقدمة، ولكن هناك هملولة، ولكن طماعة مصرة مصرة طماعة. 200 متر الأخيرة، لحظات الناموس، لحظات الفوز. التهاني مشاهدينا الأعزاء لحمدان بن محمد بن قحيد على فوز طماعة بهذا الشوط، لحظات الوصول، لحظات الناموس. تهانينا على هذا الفوز، حمدان بن محمد بن قحيد على الفوز والناموس. طماعة بالمركز الأول، هملولة سعيد بن ناصر الفزيرة المري في المركز الثاني، والمركز الثالث لراشد بن حمد بن ضعيف بن غدير اللي هي الشاهينية، والمركز الرابع على رابع المراكز لأحمد بن سعيد بن منانة، والمركز الخامس هذه لسالم بن راشد بالضبيعة. هذه الخمس المراكز، العودة إلى التوقيت الزمني، وهذه اللي هي طماعة. قطعة المسافة في 13 دقيقة 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهنينا لمالك طماعة حمدان بن محمد بن قحيد. المركز الثاني هملولة قدمت كذلك أداء جميل، 13 دقيقة 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية، مالكها سعيد بن ناصر الفزيرة المري. المركز الثالث لحظات وصول المركز الثالث اللي هي الشاهينية، راشد بن حمد بن ضعيف قطعت المسافة في 13 دقيقة و14 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لكل الفائزين.